الحركة الوطنية. بناء الحركة الوطنية. الحركة الوطنية هي مقاومة سياسية وفكرية ظهرت في الجزائر مع مطلع القرن العشرين، تمثلت في الأحزاب والجمعيات وعوامل ظهورها. هناك العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. فأما داخليا فاستمرار الاحتلال وفشل المقاومة المسلحة بالإضافة إلى تدني المستوى المعيشي للجزائريين. أما خارجيا فتأثير حركة الإصلاح بالمشرق وأيضا قانون 1919 الذي يسمح بعودة النشاط السياسي. وقد انقسمت اتجاهات الحركة الوطنية إلى اتجاه المساواة، زعمه الأمير خال، أسس حزب الإخاء والمساواة سنة 1919، طالب فيه بالاستقلال السياسي والمساواة وأيضا حق الانتخاب. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الاستقلالي والثوري، تزعمه مصال الحاج بتأسيس نجم شمال إفريقيا في جوان 1926 وحزب الشعب الجزائري في 11 مارس 1937، طالب بالاستقلال التام وجلاء الجيش الفرنسي وإنشاء جيش جزائري. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الليبرالي الإدماجي، تزعمه فرحات عباس وابن جلول وابن التهامي، أسسوا فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين في جوان 1927. من مطالبهم الإدماج والتجنيس والمساواة والتمثيل النيابي. الاتجاه الرابع هو الاتجاه العالمي الشيوعي بزعامة عمر أوزقان، كان تابعا للحزب الشيوعي الفرنسي 1924، ثم أصبح حزبا جزائريا سنة 1936. ومن مطالبه الارتباط بالدولة الفرنسية والجنسية الفرنسية. الاتجاه الأخير هو الاتجاه الإصلاحي، قاده عبد الحميد بن باديس، أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، طالب بالدفاع عن المقاومات الوطنية مع محاربة البدع والخرافات. وقد ردت فرنسا على بناء الحركة الوطنية بموقفين، سياسة إغرائية وسياسة قمعية. فأما السياسة الإغرائية فتمثلت في إصلاحات 1919، وهي عبارة عن حقوق سياسية بالإضافة إلى مشروع بلوم فيولت 1936 كحقوق اجتماعية وسياسية، مع العمل على الملاينة والتسويف ووعدهم بتحقيق المطالب بعد الحروب. أما السياسة القمعية فتمثلت في مصادرة الصحف وحل الأحزاب والتضييق على الأحزاب وزعمائها خاصة مصال الحاج. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أحزابا رفضتها فرنسا وحاربتها بكل الوسائل، من بينها الاتجاه الاستقلالي بزعامة حزبيه نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب، وأيضا الاتجاه الإصلاحي من خلال جمعية العلماء المسلمين. ذلك أن هذه الأحزاب وهذه الجمعيات كانت ترفض الوجود الفرنسي وكانت تحارب فرنسا بكل الوسائل وكل طرق. أما الاتجاه الليبرالي الإدماجي واتجاه الشيوعي العالمي فلم يكن يشكل خطرا كبيرا على فرنسا، لذلك لم تقم فرنسا بتضييق الخناق على هذه الأحزاب، بل بالعكس سانت